صباح النور ماري تريس. صباح النور امين. صباح النور ساره. صباح النور مشاهدينا. ماشي الحال انت؟ الحمد لله الحمد لله بخير كالعاده. اذا خلينا بدينا بسؤال ما عندوش علاقه بالموضوع. انت من الناس اللي تفرجت في فرنسا البارح او لا؟ لا ماني من الفانس تبع فرنسا. مع انه بتيجي تستغرب غريب شوي. شفت هيك مقتطفات من بس مش الحلقه. انت لانه الناس الكل البارح تفرجت. ايه والفيسبوك كان مليان بالبوستات. مع الاسف نعتذر من منتج الحلقه، ولكن البارح سهرت لانه اضطريت انه نتابع الحلقه كامله. باهي ماري تريز، اذا اليوم باش نحكيو على اكثر الافلام اللي باش تكون موجوده في صالات السينما مع عوده قاعات السينما. فعلا العودة الخجولة لصالات السينما من حول العالم، لكن معظم هذه الأفلام كان من المفترض أن تكون هي أفلام عام 2020، لكن للأسف بسبب جائحة كورونا تم تأجيل معظم هذه الأفلام. سنتوقف عند الأفلام التي سيتم عرضها خلال الصيف، ولكن سيكون هناك وقفة سريعة عن فيلم سنشاهده في نوفمبر. هلأ بآخر حلقة بنعرف شو هو. أثرت مشاهدينا كما عرفنا جائحة كورونا أو كوفيد 19 على صناعة السينما وعرض الأفلام، لكن في هذا العام الحالي وسط انتظار وترقب هناك مجموعة من الأفلام المهمة. ما هي هذه الأفلام؟ الفيلم الأول هو بلاك ويدو يلي كان من المفترض أن ينطلق خلال هذا الشهر، لكن أيضا تم تأجيله لغاية 9 تموز المقبل، وهو أحد أبطال عالم مارفل الخارقين. مارفل يعني رغم جائحة كورونا هناك لديها إنتاجات عديدة ومختلفة، ومن بطولة النجمة سكارليت جوهانسون التي تقوم بدور الأرملة السوداء أو بلاك ويدو، ويشاركها في البطولة ريتشل ويتس وديفيد هاربر. يعني عالم هارفل المتميز ما وقفته ابدا جائحة كورونا. ويمكن اللي ويمكن اللي ذكرته الخيال العلمي والافكار. صحيح ذكرته زميله ساره من شوي، وانه اكيد انه المنتجين او صناع السينما اكيد انه بش يكون عندهم حافز اكثر انه فعلا يقوموا بانتاجاته وبكتاباته بافكار وبخيال اكبر من اللي كان. الفيلم الثاني هو سوسيت سكواد، واللي هو من قائمه افضل الافلام لعام 2021، والتي جذبت انتباه العديد من الجماهير. هذا العمل هو في الواقع تكملة مستقلة للجزء الأول الذي بدأ عام 2016 من إخراج جيمس جان، ولا يضم شخصية جوكر وداتشوت على العكس الجزء السابق. يضم مجموعة كبيرة من مشاهير هوليوود وهن إدريس ألبا وغيره من المشاهير. هذا الممثل يلي أنا كثير بحبه. عم نتوقف، ما رح نتوقف بطريقة مطولة عن الأفلام لأن هناك مجموعة من الأفلام. الفيلم الثالث هو لوكا يلي فيلم أنيميشن من ديزني بيكسار. يعني كمان ديزني بيكسار رغم الجائحة كانت نشيطة جدا، يمكن أسهلهم إنتاج أفلام الأنيميشن لأنه مكان التصوير لا يتعرضوا يعني للتصوير، وحتى أنه فقط تسجيل الأصوات تقتصر على ممثل واحد وبمكان منعزل مسكر. أكيد أحداث الفيلم تدور في ريفييرا الإيطالية، ويروي قصة الصبي لوكا الذي يبلغ سن الرشد وهو على وشك أن يقضي الصيف على هالريفييرا وحياته بإيطاليا، وبيتعرف على صديق وبيصيروا كثير أصدقاء، لكن لوكا عنده سر أنه هو وحش بحري. فتبدأ الأحداث وينطلق أكيد بطريقة كوميدية وذكية مهضومة مثل ما عودتنا بيكسار وديزني. يعني ديزني بعد الجائزة اللي أخذتها في الأوسكار من ناحية فيلم سول يمكن أنه تكون أكيد دائما الطموحات أكبر. بتوقع أنه كمان يكون الفيلم أكيد من الأفلام الجيدة. ب 23 تموز ينطلق فيلم اوتيل ترانزيلفانيا. يعني هذا في انتظار. يعني اكيد هيدا هلا يقال انه الجزء الرابع والاخير، لكن ما فينا نعرف لانه دائما في مفاجات. فعادت سيلينا جوميز كمان تتعطي صوتها لهالسلسله. حلو. من الافلام يعني هيدا فيلم من سنه لسنه العالم او من سنتين تقريبا بينتظروه. من الأفلام أيضا التي ستصدر خلال شهر تموز القادم هو جرين نايت يلي فيلم خيال ملحمي من بطولة ديفيد باتل، وبيكون باتل بدور جوين أو يلي هي قصة مشهورة أو رواية مشهورة، وهو ابن شقيق الملك آرثر، وينطلق في رحلة لمواجهة فارس أخضر الوجه كمان في الخيال في والأسطورة
فبس الممثل الرائع دانيال يلي بعتقد كمان عم بيقدم الشخصيه بطريقه مختلفه وباداء مميز. مش جديد عليه هذا دائما الاختلاف، الممثلين المحترفين دائما ما ينوعوا في الشخصيه اللي يختاروها ودائما ينجحوا في كل شخصيه يقدموها، وهذا هو التحدي بالنسبه لهم. فعلا. الفيلم السادس يلي رح نحكي عنه هو جنجل كروز، سلسلة قصص لديزني أصبحت فيلم من إخراج جومي كوليت سيرا يلي بيصنع أفلام الرعب والإثارة وكان كمان مخرج أفلام ليام نيسن. اليوم عم يروي قصة بالجنجل وكمان في شوية خيال وبالبحر وهيك. البطل المعتمد دوين جونسون يمكن حنشوفه بطريقة مختلفة شوي لدوين جونسون عن الأفلام يلي دايما فيها صراعات واكشن وخبيط وهيك، فبنتمنى انه هالفيلم كمان يكون عنده اصداء. رح يصدر ب 30 تموز القادم. من الافلام يلي انا منتظرتها واللي بحب كثير لانه سيره ذاتيه هو ريسبكت، فيلم رح يصدر ب 30 اب اغسطس القادم من بطوله جينيفر هاتسون يلي عم تلعب دور ارثا فاركلان يلي هي دراما ذاتيه عن امراه بدات تغني بالكنيسه بكورال الكنيسه مع ولدها ومن بعدها أصبحت أسطورة وآيكون أو أيقونة بعالم الغناء المسرحي. فجميل جدا أن نرى السيرة الذاتية لهالأشخاص، نتعلم منها كثير. والأفلام تاع السيرة الذاتية دائما ما يكون الممثل يقوم ب يعني اقتباس أو يقوم بشخصية معروفة ويقدمها بشكل كبير دائما يكون مرشح بشكل كبير للجوائز. ففرصة أنه نقدر نشوف هيدا الفيلم. رح أذكر على السريع آخر ثلاث أفلام لأنه دهمنا الوقت. الفيلم كمان يلي نحن منتظرينه هو ذا بيتلز جت باك يلي هو وثائقي يعني عم بيقدم مشاهد وفوتج وصور لهالفرقة يلي خلال تسجيلهم سيدي جت باك عام 1970 تنشر لأول مرة، تم ترميمها ووضعها بهالوثائقي يلي رح نقدر نشوفه ب 27 آب أغسطس القادم. من الأفلام أيضا أول يلي بتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المصطفين يذهبون إلى شاطئ ويبدو جميل ورائع لكن سرعان ما يكتشفون جثة ومن بعدها يكتشفوا أنهم بدأوا يكبروا ويشيخوا بالعمر على هذا الشاطئ. فما سر هذا الشاطئ رح نقدر نشوفه بفيلم أولد يلي رح يصدر ب 21 يوليو تموز القادم. الفيلم ما قبل الأخير هو The Hitman Wife's Bodyguard يلي هو فيلم كوميديا وأكشن مع سلمى حايك سامييل جاكسون يعني وبطل ديدبول رايان رينولدز يلي عم نشوفهم بهيك بشيء مختلف. ان شاء الله يكون الفيلم على قد التوقعات ان شاء الله. معظم الاحيان هذه الافلام مع الاسف هيتمان يمكن من الشخصيات اللي نجحت جدا في العاب الفيديو ولم تنجح بشكل كبير في السينما. ومواضيع هذه الافلام في بعض الاحيان تكون ضعيفه يعني السيناريو يكون مش بالمستوى. حبيت احكي عن الفيلم الذي صدر التريلر تبعه هذا الاسبوع هو ايترنالز يلي هو من مجموعه مارفل كمان والقوى الخارقه، لكن المميز بهذا الفيلم انه عم بيشارك فيه الولد او الصبي زين يلي كان شارك سبق وشارك بفيلم كفرناحوم مع المخرجه اللبنانيه نادين لبكي ووصل مع نادين الى الاوسكار كانوا بالحفل ويمكن من هونيك من وراء قد ايه فيلم كفرناحوم وصل الى العالم وشارك ضمن مهرجانات عديده حول العالم فتم استدعاء زين وكان عم بيشارك بهذا الفيلم الى جانب أنجلينا جولي سلمى حايك ومجموعه كبيره من الممثلين. والمميز ايضا من مخرجه الفيلم هي المخرجة اللي حاصلة هذا العام على أكثر جوائز أوسكار هي كلوي تشاو يلي السنة لمعت بالأوسكار. فممكن يمكن ما بنحب هالنوع من الأفلام أو بنحبها أفلام مارفل والخيال العلمي لكن فيلم ولكن حتى بالنسبة لها هي تحديدا حتى بالنسبة لتشاو الفكرة مختلفة عن نوعية الأفلام اللي قدمتها دخلت بعالم جديد من الأفلام نكتشفه هل تنجح فيها أو لا. فهذا الفيلم منتظر في نوفمبر القادم. المهم نحن اللي فرحانين نحن اللي جاهزين باش نتفرجوا في كل هذه الأفلام. شكرا ماري تيريز على كل الأفلام اللي قدمتها لنا وأكيد أنه قدمتها إلى كل المشاهدين على الأقل ياخذوا فكرة عندهم صايفة مالية. المهم يتبعوا إجراءات الوقاية طبعا ويتفرجوا في الأفلام في كل قاعات السينما خاصة في البلدان اللي عادت وفتحت دور السينما فيها مرة أخرى. مرة أخرى نشكرك ماري تيريز. شكرا لك. شكرا مشاهدينا.